السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو النهاردة هنتكلم عن تاني درس في مادة العلوم وهو الجهاز التنفسي. هنبدأ الدرس بسؤال: إزاي جسمنا بيحصل على الطاقة اللي بتخلينا نقوم بكل الأنشطة؟ أغلبكم هتقولوا إننا بنحصل على الطاقة من الأكل. الإجابة هنا نصف صحيحة. إزاي؟ الأكل اللي بناكله هو مصدر الطاقة. الطاقة بتكون مختزنة جوه الأكل مقفولة عليها. علشان الطاقة دي تتحرر وتخرج من الأكل لازم يكون موجود أكسجين، يبقى الأكل المهضوم علشان يتكسر ويطلع طاقة لازم وجود الأكسجين، اللي يعتبر الأكسجين هو المفتاح اللي هيحرر الطاقة اللي موجودة في الغذاء المهضوم. ده بيحصل إزاي؟ إننا ندخل أكسجين الجسم. ده بيحصل عن طريق عملية التنفس. تعريف عملية التنفس: هي عملية بيقوم بها الإنسان علشان يحصل على طاقة من الغذاء المهضوم. عملية يقوم بها الإنسان للحصول على الطاقة من الغذاء المهضوم. وكده فهمنا إزاي الإنسان بياخد الطاقة من الغذاء، زي ما قلنا إن الأكسجين هو اللي بيساعد في تحرير الطاقة. حد جرب يلاحظ نفسه وهو قاعد وهو ماشي وهو بيجري؟ هل معدل التنفس بيكون متساوي؟ أكيد لأ. هتلاقي نفسك وانت بتجري نفسك بيبدأ يزيد، وانت بتمشي في المعقول، وانت قاعد التنفس عادي لأن مفيش أي مجهود بتعمله. فاللي بيحصل هنا إن التنفس بيزيد مع زيادة نشاط الجسم. بتبدأ إنك تاخد هواء من الخارج وتخرج هواء للجو. العملية اللي بتستنشق فيها الهواء من خارج الجسم ويدخل لجسمك، العملية دي اسمها الشهيق، والهواء اللي بيخرج بره الجسم، العملية دي اسمها الزفير. هنتكلم عن العمليتين دول كمان شوية. كل العمليات اللي بتحصل، احنا قلنا في الدرس اللي فات ان اي عملية بيقوم بها الجسم لازم بتتطلب وجود اجهزة. فالجهاز المسؤول عن العمليات دي في الدرس ده هو الجهاز التنفسي. بيتكون من ايه الجهاز التنفسي؟ بيتكون من الانف والبلعوم وقصبة هوائية وشعبتين هوائيتين ورئتين. هنبدأ بالانف. تجويف الانف من الداخل بيكون متبطن بطبقة مخاطية وشعر. ايه فايدتهم؟ بيحجزوا الأتربة والميكروبات من الهواء علشان ما يدخلوش الرئتين. الأنف برضو بيها شعيرات دموية بتعمل على تدفئة الهواء برضو قبل ما يدخل للرئتين. يبقى الأنف فيها ثلاث حاجات: طبقة مخاطية وشعر علشان يحجزوا الأتربة والميكروبات من الهواء قبل ما يدخل للرئتين، وفيها شعيرات دموية علشان تدفي الهواء قبل ما يدخل للرئتين. علشان كده بنلاقي إن التنفس من الأنف أفضل من التنفس من الفم، علشان البطانة بتاعت الأنف والشعر والشعيرات الدموية. تاني حاجة هو البلعوم، وزي ما قلنا في الدرس اللي فات إنه تجويف مشترك بين الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، بيوصل لي القصبة الهوائية والمريء. إيه هي القصبة الهوائية؟ القصبة الهوائية هي عبارة عن أنبوبة مزودة بحلقات غضروفية علشان تخليها مفتوحة باستمرار، وبرضو متبطنة بأهداب علشان تطرد الأجسام الغريبة، زي لما بتشرب مية وانت بتتنفس فبتبدأ ان انت تكح فالمية تخرج. هي الأهداب دي هي اللي بتعمل على طرد الأجسام الغريبة علشان ما تدخلش للرئتين. في القمة بتاعت القصبة الهوائية بيكون في حاجتين، هي الحنجرة اللي هي مصدر الصوت، ولسان المزمار. ايه لسان المزمار ده؟ هو بيسد فتحة القصبة الهوائية اثناء البلع علشان ما يدخلش اكل او شرب للقصبة الهوائية، واثناء التنفس بيفتح لسان المزمار علشان الهواء يدخل للقصبة الهوائية. وده هنشوفه في فيديو يوضح لنا ازاي لسان المزمار بيشتغل.
القصبة الهوائية بتتفرع لشعبتين هوائيتين، كل شعبة منهم بتدخل لرئة. هنيجي للرئة، الرئة مكانها فين؟ الرئة موجودة في التجويف الصدري، بيحيط بيها من الأمام الضلوع علشان تحميها من أي صدمة أو خبطة. طب بيفصل ما بين التجويف الصدري والتجويف البطني الحجاب الحاجز، وهنعرف فايدة الحجاب الحاجز كمان شوية. جوه الرئتين بتتفرع الشعبتين الهوائيتين، كل شعبة جوه رئة. الشعبة جوه الرئة بتتفرع كمان لقصيبات، القصيبات دي بتكون في نهايتها حويصلات هوائية. الحويصلات الهوائية دي بتحاط بشبكة من الشعيرات الدموية. يبقى الرئة احنا قلنا ان القصبة الهوائية بتتفرع منها شعبتين هوائيتين بيدخلوا الرئة، كل شعبة جوه كل رئة. طب الشعبة الهوائية وهي جوه الرئة بتتفرع كمان لقصيبات، والقصيبات دي النهاية بتاعتها فيها حويصلات هوائية زي الصورة ما هي موجودة. الحويصلات الهوائية بتحاط بشبكة من الشعيرات الدموية، من خلالها بيتم تبادل الغذاء. هنيجي نشوف عملية الشهيق والزفير بتتم ازاي. في عضلة مهمة جدا في الجسم اللي لسه متكلمين عنها، وهي عضلة الحجاب الحاجز اللي قلنا ان هي بتفصل ما بين التجويف الصدري والتجويف البطني. العضلة دي بتعمل ايه؟ العضلة دي بتنقبض اثناء عملية الشهيق وبتتحرك للاسفل علشان تعمل اتساع في تجويف الصدر، فيدخل الهواء كله من خارج الجسم للرئتين، بيدخل عن طريق الانف. في عملية الزفير عضلة الحجاب الحاجز اللي بيحصل لها بتنبسط، فبتتحرك لأعلى، فيبدأ تجويف الصدر يضيق، ووقتها الهواء بينتقل للخارج محمل بثاني أكسيد الكربون برضو عن طريق الأنف. في عملية الشهيق والزفير لو عملنا مقارنة ما بينهم، عضلة الحجاب الحاجز في الشهيق بتنقبض وبتتحرك لأسفل علشان يتسع تجويف الصدر ويدخل الهواء محمل بالأكسجين للرئتين عن طريق الأنف. وفي عملية الزفير بتنقبض عضلة الحجاب الحاجز وبتتحرك لأعلى، وبيضيق التجويف الصدري، ويتنقل الهواء اللي فيه غاز ثاني أكسيد الكربون من الرئتين لخارج الجسم. الهواء بتاع الزفير بيكون عبارة عن إيه؟ الجسم بيمتص الأكسجين وبيخرج الغازات اللي مش محتاجها. طيب ايه الغازات اللي بتخرج اثناء عملية الزفير؟ هما حاجتين، بيخرج ثاني اكسيد الكربون وبخار المية. هتلاحظ حتى لما بتيجي قدام ازاز وبتبدأ تتنفس، وانت بتطلع النفس بتلاقي الازاز يبدأ يشبر ويبقى عليه زي الندى، ده بخار المية اللي بخرج من عملية التنفس. يبقى العملية التنفس بيخرج منها غاز ثاني اكسيد الكربون وبخار الماء. اللي مسؤول بقى عن الانقباض والانبساط بتاع الرئتين بيتم بمساعدة ايه؟ قلنا بمساعدة عضلة الحجاب الحاجز وعضلات الضلوع اللي في القفص الصدري. الاتنين دول هما اللي مسؤولين عن الانقباض والانبساط. بيحصل بقى ازاي تبادل الغازات؟ ان احنا ناخد الاكسجين والجسم يطلع ثاني اكسيد الكربون. لو تفتكروا لسه قايلين من شوية ان تبادل الغازات بيحصل عن طريق الشعيرات الدموية اللي محاطة بالحويصلات الهوائية. ازاي العملية دي بتحصل؟ ان بيحصل تبادل الغازات بين الهواء اللي في الحويصلات الهوائية والدم اللي في الشعيرات الدموية. الشعيرات الدموية حواليها جدر رقيقة، من خلال الجدر الرقيقة بتاعتهم هما الاتنين بيطرق الدم ثاني أكسيد الكربون وياخد الأكسجين ويوزعه على باقي الجسم. ده بيحصل عن طريق إيه؟ عن طريق الهواء اللي في الحويصلات الهوائية والدم اللي في الشعيرات الدموية، من خلال الجدر الرقيقة ليهم هما الاتنين. جدر الحويصلات وجدر الشعيرات الدموية بتكون رقيقة، عن طريقها الدم بيسيب غاز ثاني أكسيد الكربون وبيحمل الأكسجين ويوزعه على كل أجزاء الجسم. الجهاز التنفسي مهم جداً زي الجهاز الهضمي بالظبط. طب احنا عشان نحافظ عليه نعمل ايه؟ ما نتواجدش في اماكن مزدحمة او التهوية فيها رديئة، وما نتعرضش لنزلات البرد، ولازم نحاول ان احنا
نزود من الفاكهة اللي فيها فيتامين جيم أو فيتامين سي زي البرتقال والجوافة علشان تقينا من نزلات البرد، وعدم التدخين ولا الوجود مع المدخنين، لأن التدخين في النهاية بيؤدي إلى الإصابة بالسرطان ولا قدر الله بيسبب الوفاة. نيجي نراجع الجهاز التنفسي من أوله، نشوف عملية التنفس هي عبارة عن عملية بيقوم بها الإنسان علشان يحصل على طاقة من الغذاء المهضوم. وضحنا إزاي العملية دي بتحصل، زي ما قلنا إن الغذاء المهضوم جواه طاقة ومحتاجة تتحرر، واللي بيحرر الطاقة دي هو الأكسجين. علشان كده هواء الزفير بيحتوي على بس ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء، والجسم بيستفيد بالأكسجين. واتكلمنا عن عملية الشهيق والزفير والعضلات اللي مسؤولة عنهم، هم عضلة الحجاب الحاجز وعضلات الضلوع اللي في القفص الصدري. الجهاز التنفسي بيتكون من الأنف والبلعوم والقصبة الهوائية والشعبتين الهوائيتين والرئتين. والتنفس من الأنف أفضل من التنفس من الفم، لأن الأنف فيها ثلاث حاجات، هي طبقة مخاطية بتبطنها وشعر بيعمل على تنقية الهواء من الميكروبات والأتربة قبل ما تدخل للرئتين، وفيها شعيرات دموية بتعمل على تدفئة الهواء. هنيجي للأسئلة بتاعة كتاب الوزارة. أول سؤال هو جايب رسمة وعليها بيانات وبيقول اكتب اسم العضو والوظيفة، يعني رقم ألف هنكتب العضو ده ايه ووظيفته ايه. السؤال الثاني بيقول بتساعد عضلة ايه على آلية عمل الرئتين. رقم اتنين بيحصل تبادل الغازات في الحويصلات الهوائية بين ايه وايه. بيدخل الهواء الى الرئتين اثناء عملية ايه ويخرج منهم اثناء عملية ايه. السؤال الثالث بيقول هواء الزفير مختلف عن هواء الشهيق، فسر تلك العبارة. السؤال الرابع بيفضل التنفس عن طريق الأنف وليس عن طريق الفم، برضو فسر العبارة. هتلاقوا الفيديو بتاع إجابات الأسئلة دي في صندوق الوصف. نشوفكم إن شاء الله في درس جديد.